دوننا عن كل اللي واقفين تطلع فصيلة دم انا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. مصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك إنك لزقت فيا ولبست الطلقة بدالي يا خفيف. أفندينا خرج يا رجالة! منك مرضتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يعني افلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش والطلعه تحود؟ الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيد ثابته وعين صابره؟ طلعت مره بيد طريه وعين زيغه. اتفوخس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده يا حاج. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدامي، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. لا بتتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا. ساكن على شجره في عز الدهر، ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره. ده سمك ولطف في الميه وابشيته ما بقتش سهل. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مره نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا بالمعروف، قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبه العمر كله. وانا المعلم وكلمتي على رقبه الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده. وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خلبه سله عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا. ورايا يا اخويا لا يمكنني وباص الدنيا ورايا بسرعه. عفو. اجري عفوا دي خلف عار. عبد الله سلامة خميس. الله يسلمك الله يسلمك. فاكرني؟ حد ينسى وش اول واحد لبسه شبكه في ايده يا سعاده البيه؟ بس يعني الشعر ابيض والترقيه غيرت وشك شويه. الحمد لله المره دي جت سليمه. انت جاي تطمن عليا ولا ايه يا باشا؟ وليه ما تقولش ان انا جاي احميك؟ الرصاصة انضربت خلاص. وأكيد أنت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، أنت لسه خارج طازة، وقبل ما تشم أول نفس ليك كانت مستنياك أول رصاصة. وبيني وبينك
بيني وبينك بقى ما احناش عارفين ايه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، انا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك. لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبه صم. افهم من كده انك مش هتقول حاجه. انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعاده البيه. موتة بكرامة أشرف بكثير من عيشة رخيصة. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ عيني عليك يا بدران يا أخويا، محتاج الراحة والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامة اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش أكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجة يا بدران يا أخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على إيه بقى إن شاء الله؟ وانا وراه غيره على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنقة حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيه، ايه يا بيه، دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقة؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، تعرف كويس اقول ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. ايدك بقت تقيله قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. مواويد بايد يا سعاده البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك. شربوا حاجة يا أولاد كلكم.
شاكرين يا رجاله نجيبكم بالافراح. الخال رجع والحسن رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طب يا أم، طبي يا حبيبي يا ابني، ما فاضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصة الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضه ربك حنين ورحمته سابقه قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزه ده، الله خلونا في الفرح الليله عيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كرابة انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابقك على طول كده. تتحكي لغات، تعالى يا كرامة. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا امه تعضل. مراته يا حاجة، سيبها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت عالصاق. والسما اتحرقت يما، واللحمة استوت، وطلبة كاي اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله عالسلامة. شو مراتي هي اللي كانت بتخفف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. شوق. قربي يا شوق، حبي على ايد كبير البيت. حب على ايد افندينا شو؟ لا اله الا الله، لا مؤاخذه. وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. للأسف يا فندم مفيش فايدة، الدنيا بقت مشبكة بتعطيها قوي وكأنها لازقة في غيرها. ما تعرفش يا فندم بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة، كلامهم كله كأنه شريطه بيتكرر على لسان الكل. التجار اللي من عينة خميس والنوح وغيرهم حاطين نفسهم في دايرة مقفولة، محدش يعرف مفاتيحها غيرهم. كأنه دستور يا فندم كلهم متفقين على بنوده، وايا كان الخلاف بين اي فرد او اي حد في المجموعه دي محدش بيعرف يخرج عن القانون ده. دستور ساري بين الكل، مهما اختلفت اشكالهم ولا ميولهم كلهم واحد. وده يا فندم اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص، لكن مش مستحيل. وعلشان كده احنا هنا، والكراسي اللي احنا قاعدين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته. ومهما كان خميس او غيره من التجار فاكرين نفسهم أذكياء أو حتى أقوياء، مهمتنا إن إحنا نرميهم تحت رجل القانون، وساعتها بقى ميزان العدالة يتحقق. إن شاء الله يا رب يا فندم. معقول نسيكي يا فاطمة؟ نسي ضفايرك اللي كان بيعكسك بيها، ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجيبها لك؟ ولما اسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانتي حضنها. أنا كبرت يا خميس وتربيت على حواديت بسمعها عنك. يا خوفي لا تكون نسيتني ويا كل اللي اتنسى. يا رب. بيتش شربية ما قالت إن ليلتنا بيضة، ومن مميزات الليالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام،
ليها لغة خاصة بيها، لغة عالمية. قربي خديها. ما أنا محتاج وقت عشان أفتكر لغة الإشارة. طب خلاص 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 ما تزعليش، خلاص قولي لي عايزة تقولي إيه بس واحدة واحدة. ها أدا ده السجن ولا في السجن؟ كنت عايش إزاي في السجن؟ آه مسجون، مسجون بين أربع حيطان يا ولداه وسط وشوش كئيبة، إنما أيامه عدت. بقول لك إيه بقى؟ وإحنا بقى بقى الكلام في اللت والعجم، دي ليلة سلام، دي مش ليلة خميس وهتتضرب، لا دي ليلة بعد 7 سنين وجاف. ولا انت ناوية بقى تقطيها قطع ارسال صوت وصورة؟ ها وحشتك. يتوب علينا ربنا. خدايا تؤمني بالله قولي لا اله الا الله. يا دي لا اله الا الله حلو. ضحكتك يا كرامة شبه كل الحاجات الحلوة اللي الواحد اتهرب منها. بيقولوا في السجن أيامه بتعلم الصبر، وأنا اتعلمت السكات، بقيت ساكت زيك كده. إنما خلاص أيام ولت. العب رست 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 في العالمين. بس ما تخميش. واحد اثنين ثلاثة. كنت فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصاده، بس هو انت كده دايما تيجي قصادهم وتجيب ورا. اختك عايزه تكسرني وتذل نفسي. مره حبي على راس الغندوره، والتانيه حبي على ايد افندينا. والله اعلم بقى المره الجايه هحب على رجل مين. مالك يا راجل بتبصلي كده ليه؟ زي ما اكون مجنونه ولا بقطع في شعري؟ لما تلم العيال احسن وتزقلوني بالطوب. اهدي اهدي يا شوق، عاملاها مش مستاهله. كرامتي مش مستاهله عندك يا راجل. انت مش حمل ضاويه ولا حمل سمها ولا حد في الكون ده كله حمل جزه من نبا. انت اللي مخك مقاس رجليكي ضيق وعايز له قالب، معرفتش تكسبيها، خليتيها تحطك في دماغها، ويا ويل اللي ضاويه تحطه في دماغها. وانا بقى روحي في مناخيري، والاسطوانه المشروخه دي مش عايزه اسمعها تاني لاني مش طايقه نفسي وممكن اهج في اي لحظه. ايه اهدي اهدي يا عبيطه، اما مخ حجر على جسم ملبن. بص بقى انا فاهمك، ضاويه دي تتمنى تقلعي لها عين ولا انك انت تمس خميس بكلمه واحده. لو انت بقى عايز تعيش في سلام لازم تكسبيها، وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايد افندينا. ليه؟ ده انا على ذمه راجل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش عيشه في ام الخير، تيجي غير دي. خميس ده املنا كلنا. املنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف، ونقدر نقيم راسنا في السوق، ونرجع بيتنا اللي اتاخد غصب، وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي راحت عليه، وخلانا نستحمل رزالة زبونه. عرفت بقى قيمة أفندينا؟ عرفت. هاتها جمال يا رب.
شرفت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا معلم، أنا مش عفريت، أنا مطرة. مطرة؟ وإيه اللي معاك في الضلمة كده يا مطرة؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره ومرجعش لغاية دلوقتي يا معلم. أنا بكلمك على جوزك براء. وأنا بكلمك عن جوزي غريب. بقولك يا مطرة، اليوم كان طويل وكله بلاوي، ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص زن. هو مش النهاردة برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا أنا غلطانة؟ أنا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت إيه يا معلم؟ بعتله عيل خيبان يطخوا عيار في الزحمة؟ وياريته نفع وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطر؟ اسمع يا معلم، انا دخلت بيتكم بالمعروف وهخرج منه برضه بالتراضي والمعروف، وكده احسن للكل. الظاهر ان طيبتي وحنيه قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه، ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته في اخوه. ازاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا اختي ما عايشه. لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده، وده اخر كلام عني. يعني مش عاوز اسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاج؟ ايوه، والرد لازم يكون فوري، واي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاج، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبوا خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه. ماشي حاضر، امرك يا حاج. بقول ايه يا ابو سنه؟ نعم. احنا عايزين نخفف شويه البيع بالقطاعي، له وقته وله من قيمه خميس. ماشي يا حاج، والله انا كنت بقول كده برضو. احنا نعمل حسابنا ان احنا نجمع له القرشين اللي خلوه يوقف على حيله في السوق، واذا عجزت معانا ناسنا واهالينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا. عين العقل، ومن بكره ان شاء الله نخف بيع القطاعي. ماشي يا حاج، امرك. هسيبك بقى عشان نصلي العشاء. ادعي لنا يا حاج. ربنا ينجح مقاصدكم يا رب. هاتها جمايل وعدل المايل يا كريم. بالإذن يا حاج. مع السلامة يا أخوي. ربنا ينصرك يا خميس يا ابني، وما يفرحش فيك عدوي. الله العظيم. يا مطني، الزوزي فين؟ مريم نكلمه على المحمول بتاعه ما بيردش. أشوفولي فاني ده. وقول للرجاله تجهز عشان في قاعده بكره. يلا اخفى. يا كرامه مالك؟
خميس؟ ايه ماله؟ لا مش فاهم انت بتقول ايه؟ بتقول لجنابك يا دوب عينها غفلت قامت ما لقيتوش جنبها. ما قالش هو راح فين؟ لا اله الا الله، هيكون راح فين السعادي؟ بدران 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 مير مير مين؟ الرصاصة جت في كتفك ولا في دماغك؟ دور النور يمكن يعرفنا. نور النور يمكن يعرفنا. حاضر. يا عيني يا بدران، لا اله الا الله. قفل دينا. ايوه يا اخي، انا في حلم ولا في غيبوبه؟ غيبوبه ايه؟ ما انت زي القرد اهو، يعني انت هتتصلبط؟ انا مش مصدق نفسي. الصبح تديني دمك وبالليل تديني حبك، قصدي يعني تيجي تزورني. هو ماله؟ مجروح يا ولده. يا ده انا مش جاي ازورك. امال ايه؟ حسيت ان في رصاصه تانيه، قلت تاخدها من قصيرها وتخليها هنا في المستشفى. اثبت اثبت اثبت، بتاع اللي عمال يطلع وينزل ده، اثبت يلا. انا جاي سهرك سهره ترجعك 10 سنين ورا. 10 ايه؟ قول 20 بصلعتك دي. حاسب حاسب عشان الجرح بالراحه. انا اللي حاسب؟ ما سهرتي ايه؟ ما انت شايف معلقين لي جلوكوز، وكل شويه يمر علي الدكتور، واي مجهود في خطر على الدكتور على الجرح بالامر، حتى ادوني البتاعه دي. ومين قال لك انك هتعمل مجهود؟ امال حصل ازاي؟ هذا انا هعيشك ليله من ليالي افندينا. مش فاهم. وانا ما احسش اني خرجت الا لما اروح اشوفها بعينيا. هي مين؟ رمانة يا بدران، رمانة. لبسوه وهاتوه بدواب جرحه بجلوكوزه. يلا يتوب علينا ربنا. بسم الله الله أكبر. اخرس هتودينا في داهية. اللقاء التالي نعيش ونستحمل على أنغام الفرقة الآسية مع نجم الأغنية الشعبية اللي ضرب حجرين على الشيشة مع كوباية مية، النجم الفنان هوبا. ومعكم وليس معنا نجمة المحل الأولى، رمانة الميزان اللي ما بتكدبش أبدا، الراقصة اللهلوبة اللي ما يهمهاش السياحة المضروبة، الفنانة رمانة. اتدحرج واجري يا رمان، يا عسل بشمع وفي بطرمان، موصوفة للق وللقان. يا شوكولاتة يا محشية من كم كهرباء من جسل، والبن مفيش ولا ايد طيلة بردك يا تلا وسخن، أبرم برم دي الكلب ده. استنى البلد اللي يستفندي، استنى البلد اللي يستفندي، ولعوا الحدوبة شاية عروبك والهاقويك والملعوبة. انت كلاش هادي كل في قلبي، هادي كل في عقلي، هادي كل في قلبي، هادي كل في عقلي. نعمة وعسلية ومخلية جت بصيتها فيك أو فيا.
وازاي تسيبه يروح لوحده؟ اهو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش هيلك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زي اللي قالها؟ حاولت يا كبير، هب في وشه وهزقني قصاد الرجاله، وانت عارف معاليك طبعه الحامي. ما يهزقك والله يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتنقص رجل ولا هيتشل لك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءة، ده زي الزبق. اه تليفونه مقفول كمان. ولا تب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض. فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحة، ما تتأخرش عليا. غور من وشي، غور. حصل يا كبير. كمان ناقص ذروات عيالي. افندينا وصل، خميس باشا افندينا، افندينا تحية لمصر وابطال مصر ورجالة مصر، رجالة مصر، رجالة مصر، خميس باشا افندينا، قول عظيمة مصر افندينا. ده ده الكابتن ابراهيم سعيد بتاع الاهلي. هو افندينا ما شاء الله. بيلعب فين دلوقتي؟ زي ما انت شايف احترف. توب علينا رب. وترست على الترابيزه اللي على البست زي ما انت شايف يا برنس. لحقت السنين تمر بسرعه، تلاقي خرج حسن سير وسلوك. لكن الدنيا كلها بتجري غيرش انت بس اللي قاعد. خلاص يا شلب انت هتعمل لي فيها توك شو، كفايه الخبر الاسود اللي انت جايبهولي ومعدتي اللي مش مستحمله اي توك شو. سلامتك يا برنس، قول لي محسوبك. ما انا خلصت نمرتها؟ اه ولبست وماشي. الحق خرجها من الباب الوراني. ولما تسال كلها في زباين سخيفة نفسها تفرط حب الرمان. ايه الدماغ دي؟ صحيح مفيش غير ملط واحد. أوامرك يا برنس. يعني شهر العسل جو وابتدينا التوك شو.